من أصوات البناء وضجيج حركة المرور إلى هدير الطائرات في السماء، مصادر الضوضاء اليومية كثيرة ولها يد في تراجع جودة حياتنا. إليكم بعض الطرق لحماية أنفسنا. عند القيادة في وقت الذروة مثلاً، ينصح بإغلاق نوافذ السيارات لتقليل بعض الضوضاء المرورية. استمع لإشعارات هاتفك عندما ينبهك أن الموسيقى في أذنك عالية بعض الشيء، حيث تشير دراسة أمريكية حديثة أن أكثر من مليار شخص معرضون لخطر فقدان السمع بسبب فترات الاستماع غير الآمنة. خذ فترات راحة من الأصوات الصاخبة. على سبيل المثال، إذا كنت في حفل غنائي أو تشاهد مباراة في الاستاد، حاول الابتعاد عن مصدر الضجيج كل فترة. أخيراً، وبالنسبة للضوضاء الليلية، من الأفضل النوم في غرف بعيدة عن طريق قدر الإمكان، والاستثمار في ستائر النوافذ الثقيلة والسجاد السميك لتقليل الاهتزازات، ويمكن أيضاً أن تعتمد على سدادات الأذن. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.